بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة، الدرس 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى بنا القول في الحلقات السابقة إلى قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، إلى قوله تعالى: فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. في هذه الآيات مخاطبة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، لما خاطب كل واحدة منهما على حدة في الآيات السابقة، بدأ باليهود ثم بالنصارى، خاطبهم جميعا في هذه الآيات الكريمة بقوله جل وعلا: يا أهل الكتاب. سموا أهل كتاب فرقا بينهم وبين الأميين الذين لا كتاب لهم، فاليهود عندهم التوراة، النصارى عندهم الإنجيل، والله جل وعلا يأمرهم بأن يتبعوا ما في الكتابين التوراة والإنجيل من الأمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي كفروا به وجحدوا رسالته الله خاطبهم بأن يؤمنوا بما عندهم في كتابهم من أوصافه صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه إذا بعث. فالله جل وعلا قال: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، إلى آخر أوصافه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه جل وعلا قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكفرهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا عن جهل به، وإنما عن عناد ومكابرة وحسد من عند أنفسهم. الله خاطبهم في هذه الآيات: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وأضافه إلى نفسه فقال رسولنا، لأنه هو الذي أرسله، وهذه إضافة تشريف وتكريم، وأيضا فيها إثبات لرسالته صلى الله عليه وسلم وتزكية له. ثم قال: يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم الدالة على صدق نبوته، أنه يبين لليهود والنصارى ما في كتبهم مما يخفونه ولا يظهرونه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم ذلك. من ذلك كما سبق الحلقة السابقة قضية الزانيين من اليهود، اللذين أراد اليهود أن يدفعوا عنهم الحد،
وجاءوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يريدون منه أن يحكم فيهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما تجدون حكمهما في كتابكم؟ قالوا: نسود وجوههما ونعمل كذا وكذا فيهما. فقال صلى الله عليه وسلم، طلب منهم صلى الله عليه وسلم إحضار التوراة، فأحضرت ونشرت فوجدت فيها آية الرجم الذي التي كتموها وأرادوا أن يعطلوا العمل بها، فضحهم الله سبحانه وتعالى، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومن عتابهم أيضا أنهم يخفون ما في كتاب الله التوراة والإنجيل إذا لم يكن في صالحهم، إذا لم يكن موافقا لهواهم، وإلا فهو في صالحهم، لكن إذا لم يكن موافقا لهواهم كتموه. كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، ثم قال جل وعلا: ويعفو عن كثير. هذا من أوصافه صلى الله عليه وسلم، أنه كثير العفو عن المخطئ إذا لم يتعلق هذا بحد من حدود الله وحق من حقوق الله، فإنه صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح عنه. فهذا من أوصافه صلى الله عليه وسلم، حتى ما يتعلق بشخصه الكريم من الأذى والتطاول كان صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح عمن فعل ذلك. فهذا من أوصافه صلى الله عليه وسلم أنه يعفو. ثم قال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور. هذا تأكيد آخر، قد جاءكم رسولنا، قد جاءكم من الله نور، والنور هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه السراج المنير. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نور وكتاب مبين، وهو القرآن الكريم، فهو كتاب عظيم مهيمن على ما سبقه من الكتب، وهو أعظم كتاب نزل من عند الله سبحانه وتعالى، وهو الكتاب الباقي إلى أن تقوم الساعة، لا ينسخ ولا يبدل ولا يغير، وهو الكتاب المشتمل على مصالح العباد والحكم بينهم فيما اختلفوا فيه إلى أن تقوم الساعة، صالح لكل زمان ومكان كتاب. ولذلك وصفه الله بقوله: كتاب مبين، يبين للناس ما اختلفوا فيه ويدعو إلى الصراط المستقيم والدين الحق. ثم قال جل وعلا: يهدي به الله، يهدي الله جل وعلا بهذا الكتاب من اتبع رضوانه، من اتبع رضا الله سبحانه وأطاعه وقبله، فإن الله يهديه، أي يدله به على طريق الحق. فهو يهدي جل وعلا بهذا الرسول وبهذا الكتاب من أرضى الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله والعمل بكتابه. سبل السلام، أي الطرق السليمة السالمة من الأخطار والآفات. وأما ما عداها من الطرق المخالفة لهذا الرسول وهذا الكتاب فهي طرق مهلكة وطرق ضالة، فلا سلامة ولا نجاة إلا باتباع هذا الرسول والعمل بهذا الكتاب الذي جاء به.
ويخرجهم من الظلمات، ظلمات الكفر والشرك والضلال والمتاهات إلى النور، إلى النور، وهو الضياء المنير للناس إلى طريق الحق في عقائدهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي جميع شؤونهم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فمن تمسك بهذا الرسول، تمسك بهذا الكتاب وأطاع هذا الرسول، فإن الله قد هداه إلى الصراط المستقيم، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.